شكرا للزميلة المبدعة بير جلال على هذا التقرير الجميل والمميز، واللي سلط الضوء على طريقة الحياكة القديمة باستخدام الكرخانة أو اللي يسمونها طبعا ماكينة الخياطة، والتفاصيل الجميلة هذه اللي كانوا يشتغلون بها أكيد أمهاتنا وجداتنا. نستكمل مشاهدينا فقراتنا، ووصلنا معكم إلى فقرة فنون جميلة، ونتعرف من خلالها مشاهدينا على أفكار مبتكرة تساعد ربة المنزل في إضفاء لمسات جمالية على أركان المنزل من خلال استخدام أدوات بسيطة بعيداً عن اقتناء التحف الجاهزة. اليوم ضيفتنا الأستاذة سماء الخفاجي، مصممة فنون جميلة، مع الزميل أمل محمد راح اليوم يسوون لنا شغلات حلوة، وأما راح تعلم بعد مهارة جديدة. صباحكم خير، يعطيكم العافية. خيرات، صباحك خير، يعطيك الصحة والعافية أستاذة سماء. شلونكم؟ الحمد لله بخير، يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا. بداية لو نعرف المشاهدين في فقرة فنون جميلة، دائما من خلال الأشغال اليدوية نحن نستخدم أشياء يمكن موجودة عندنا في البيت أو صحيح في المنزل. صحيح. كيف ممكن نحن نستغل هذه الأشياء في أن نحن نصنع وننتج أشياء جميلة ومميزة في نفس الوقت؟ إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله. شو بنسوي اليوم؟ إحنا الفقرات الماضية طبعا عرفنا الجلاس لاينر وطريقة استعماله، بس كنا نستعمله على الفازات يعني على الزجاج. اليوم راح نستعمله على الصحون. طبعا موجود بأي بيت الصحون اللي هي بيضة سادة، صح، أو ألوان الصحون الأوف وايت السادة، أو حتى ممكن نقتنيها بأسعار جدا مناسبة يعني. فاليوم راح نشتغل عليها بلمسات يعني جدا بسيطة، بس راح تضيف يعني حتشوفون إنه المواد راح نستعملها جدا قليلة وكأسعار جدا مناسبة. اليوم راح استعمل اول شيء الصخور او الحصى. الحصى طبعا هذا موجود بمحلات كثيره يعني يباع باكياس، او حتى ممكن انه لو عندنا مثلا على البحر او شيء ممكن نجمع يعني حصى غريبه او اشكال حلو غريبه، بس نحاول انه تكون صغيره الحجم، حلو، ونحاول انه تكون شوي مسطحه حتى تساعدنا انه نلصقها على الصحون. وهي تاتي باشكال مختلفه وأنواع الوان مختلفه يعني، وشوي الفكره يعني ما مطروقه يعني انه استعمال الحصى على الزجاج او على الصحون شوي ممكن انه نضيف بها حركه يعني على حلو اغراضنا. نحن عندنا هنا صحون وعندنا نماذج جدا مميزه وجميله. شكرا بأناملك المبدعه مثل ما عودتينا دائما. شكرا جزيلا حبيبتي. انزين، وشو بعد بنستخدم؟ راح تشوفون المواد ايش قد قليله، يعني هذا الصحن احتاجينا لتزيينه. طبعا اني هنا قسمته بالنص. احيانا ببعض القعدات يعني من تكون مثلا ضيفه واحده جايه او ضيفتين عدد الحلوى او الشيء تكون قليله، فممكن انه نحط على الطرفين يعني نستغل الصحن الكبير. حلو. نقسمه ونقدر نحط مثلا هنا كم قطعه كيك، هنا كم قطعه معجنات يعني بهالطريقه. احيانا نحن ندور يعني صحن او طبق يكون فيه اقسام مقسوم او احجام، فنحن نقدر نسوي هالشيء، نقدر نسوي ادوات بسيطه. هياتها يعني انواع الجلاس لاينر اللي استعملتها، اللون الفضي واللون الذهبي وعلبه الحصى فقط. ها، قبل كل شيء فكره حلوه. بس استاذه عاد ما يحطون فيه مكسرات والحرمة واحلى تاكل وتبلع لها حصى ولا شيء من البحر؟ هي تفرق شويه عن المكسرات يعني مبينه، بس هي ثابته بعد. هي ها ثابته، وهي بس يعني شروط بسيطه انه قبل ما نستعملها نمسح الصحن اللي عندنا، محرمه يمكن ما موجود او شيء، المهم يعني بالكلينكس نحط او نرش على الصحن. طبعا هو معقم يكون، ويكون كعازل يعني يساعد انه اي طبقه دهنيه اي بقايا على الصحن كلها تنشال ونمسحها. هاي اول نقطه، بس نقطه مهمه. حلو. النقطه الثانيه انه نحصل هذه الماده. هذا والله انا اخذتها من الصيدليه. والنقطه الثانيه انه نختار الحصى اللي يكون صغير ويكون نوعا ما مسطح. يعني مثل هاي الحصوه، اي مسطح مثل هاي مثلا، وحتى اذا ما كانت مسطحه راح اراويكم بس الطريقه. ممكن اذا ما كانت مسطحه نحطها على الاطراف؟ اذا ما كانت مسطحه ولا نحط كميه شوي كثيره من الجلاس لاينر. يعني نحاول انه يعني مو بس المنطقه السفليه اللي هي راح الصقها يعني، حتى شويه من الجوانب. والنقطة الأخيرة أنه نحتاج حوالي أسبوع، يعني شوي حنطول هنا مو مثل الفازات، أسبوع إلى أن نستعملها.
يعني حتى تستقر الألوان وتكون يعني ثابتة بشكل جيد نطول تقريبا أسبوع بعدين نستعملها. حلو. مثل أي أسبوع؟ أي تقريبا أسبوع حتى نكون يعني تكون النتيجة زينة يعني ما توقع الحصى. أسبوع تاخذ أسبوع عشان تنشف؟ يعني حتى نكون واثقين تماما انه لانه شنو الصحون احنا اكيد راح يصير شويه ماي بيها يصير بيها يعني اي شيء ممكن فحتى ما يوقع الحصو ولا تروح الالوان فنتاكد 100% بعد اسبوع يعني خلص. جميل. فهنا انا هي حطيت اني على المنطقه المسطحه من الحصوه حطيت الجلاس لاينر وبكل سهوله راح احطه هنا. هاي بس يبين ان في على اطراف الحصى يبين ان في ماده بس هي ما بتبين يعني بعدين ما تأثر صح؟ إيه يعني يكون حتى بيها مثل اللمعه يعني حتى نقدر نعتبرها نوع من الزينه. صح. واذا ردنا زياده بالتثبيت يعني مثلا كانت عندنا الحصوه كبيره شويه مثل هنا انا سويت هذا الشكل على واحد من الحصى طبعا انا ما احب نفس الشكل تكون يعني كل وحده احب طريقه يعني طريقه وشكل ممتاز. فهاي مثلا حصوه كبيره اذا اريدها تثبت اكثر أقدر فوقها أمد الجلاس لاينر أو مثل هنا الحصو بعض الحصوات الكبار حطيت فوقها خط أو فد نفس الجلاس لاينر بس أنا غيرت اللون للزينة يعني ممكن أنه نحطها بهالشكل هذا فوقها إذا أريدها تثبت بعد أكثر فوقها أسوي مثل الشبكة أو مثل يعني قلم أو خط صغير إذا مثلا يعني الحصوة عشان عندي كبيرة عشان إذا نشف يكون جدا ثابت وبنفس الوقت هم يطفى شكل جمالي يعني أو حلو. مختلف مثل هنا كأنما هي مثل الشمس. حلو يعني اللي يشوف الحصى ويشوف هذا شكل يعني هو عبارة عن شكل مميز وجميل في نفس الوقت ما يبين أن هذا حطيناه عشان التثبيت. لا ما يبين صح. وممكن أنه ما نحطه هم يكون ثابت. حلو. بس زيادة يعني إذا ردنا فتشي يكون أكثر. حلو. أجرب أنا؟ أي طبعاً ليش لا؟ نفس الشيء هذي صح؟ نفس الشيء هذا فضي وهذا ذهبي طبعا هو مو واضحة هنا بس من تنشف تبين الألوان أكثر وضوح. أستاذة تكون شوي. في نعم. الأشخاص اللي يستخدمون يعني يستخدمون للأكل عادي الغسيل ماي عادي اللي هو نغسله بالمي وبالفيري أو بالمي والصابون بس بدون استعمال الإسفنجة اللي تكون خشنة. جميل. يعني فتشي يكون خفيف بس على المنطقة اللي بيها ألوان وبيها حصى يعني ولا هو يعني أنا عندي قطع يعني صار لها سنة تقريبا استعملها. واللي يستخدمونه بغسالة الصحون عادة؟ لا نهائيا غسالة الصحون ابدا مش يعني الافضل ان حتى اللي بياكل فيها يستخدم الاشياء الكيك بالضبط كب كيك المعجنات هي حتى الصحون للوجبات الخفيفة يعني المعجنات يعني ما حد فيها عيش ودياي لا طبعا ممكن بس الغسل واحد ومسقوف على كيفه ممكن بس كميات قليلة يعني قليلة ما تصير صح. على الالوان طيب جميل يعني كذا انا حطيت الحين زين حطي هنا على الحصى علشان اثبت اي بس اكثر حطي شوي احط أكثر. اي اكثر بعد لا بعد لان هي من تنشف يعني هذا اللون ما يبين انا استعملته ابيض تقريبا نفس لون نحط يعني كميه مناسبه علشان في لون شفاف في نفس لون شفاف لا والله لا في من الفضي او الابيض والذهبي والاسود جميل بس انا اشوفه يثبت بسرعه هو يثبت بسرعة عادي هما لازم تنتظرين شوية إيه هي هاي شوية يعني ما تتحرك لازم الصحون أول ما تشتغلين بيها ما يكون لازم أحد يمش يعني إيه يعني فها يعني كعمل يعني كل شيء يكون بسيط حلو. أكو فكرة ثانية هم استعملتها وهم شفتها ناجحة الحبات هاي اللي إحنا نسميه نمنم موجود بالسوق شو اسمها؟ بلهجتنا اسمها نمنم نمنم؟ اي اللي هو الـ يعني الخرز اللي هي كلش ناعمه تكون الصغار بس حتى ما يراد لها يعني شويه خلق نقول او يراد لها وقت اطول بالعمل بس هي هم سهله يعني مثل هنا أنا استعمالها على هذا الصحن انا استعملتها على هذا الصحن هي. شوفي ويا الرسم هي بيبين صح اي ويا الرسم او مثلا هنا هاي الصحون الصغار اللي هي ويا الصحن الكبير حلو. هاي طريقتها تختلف عن طبعا عن الحصو او عن الاحجار او عن حبات اللولو اذا حبينا نحطها انا حتى اشتغلت صحون حطيت عليها حبات لولو حلو. نفس طريقه الحصو او الحجر لكن هذا طريقته مختلفه كيف؟ هذا انه اول شيء نحط مثلا رسمه معينه ترسمينها او فد مساحه معينه انا اريد احط عليها خلينا نقول هاي
ما ادري اذا مبينه. يعني نرسم شكل معين، نرسم في شكل معين مثلا، خلينا نقول هذا الشكل البيضاوي او مثل العين يعني. حلو. ونمليه بالجلاس لاينر، نمليه كله، نحط هم يعني كميه تكون يعني كمية زينة مناسبة او مناسبه. اي هاي كلها يملي مثلا هذا الشكل ادنى. احلى فقره هاي. وبعدين نجي ناخذ فد كميه بايدنا او باصابعنا ونحطها بهذا الشكل. الواحد يوم يسوي مثل هالشغلات الحلوه لازم يصبر عليها هو عشان في النهايه يبعد شوي خلق يعني يطلع شيء حلو. فهاي مثلا احنا، وبعدين ورا ما نخلص محطينا مجموعه هيجي، حتى اللي يعني توقع مو مشكله عادي بشكل عشوائي، بشكل عشوائي. بس اخر شيء شو نسوي؟ شوي نضغطه، نضغطها هي. حلو. هذا طبعا بس يكون اذا سوينا فد رسمه طبعا. انا حتى جبت هاي العلبه اراويكم يعني انه ممكن شلون نصنع بيها فد شيء. هاي علبه اكريليك، حتى نقدر ناخذ من السوق علب بلاستيك. حلو. هذا مثلا هو نفس هذا العمل، بس انا رسمت هنا فد رسمه معينه وحطيتها بنفس الطريقة هيك، نثرتها وتنضغط شوية بالأصابع. ويعني يعني مثل ما قلتي حتى لو بين اللون الفضي أو الذهبي ما يأثر. إيه ما يكون بالعكس محلو. يعطي جمالية حق الرسمة أو الشيء اللي نحن ياسين نسويه. حلو حلو هذا الأكريليك. هذا الأكريليك إيه هذا موجود بمحلات معينة، بس حتى اللي ما يقدر يحصل عليه بلاستيك. بلاستيك عادي. بلاستيك حتى إذا أكو مثلاً عندنا تقديم الحلو أو الشوكولاتة بهاي الأواني الزجاجية ممكن نشتغل عليها. حلو. وجبت لكم بس نموذج أخير اللي هو نموذج أنا سويته كتوزيعات طبعاً. هذا النموذج اللي هو هم يعني مقات موجودة وبيضة سادة أو أكو أوف وايت. هايرد أراويت شون أنا استعملت اللولو. حلو. واستعملت حتى موري نفس الفكرة، فقط هذا الجلاس لاينر. الجلاس لاينر على الصحون أفضل من اللاصق، هذا الهازيوليث اللي تذكرين حكينا عليه. هي. على الصحون بس الجلاس لاينر كلش كافي. حلو. يكون يعني أقوى بعد. حلو. فهذا مثلا هم فتشي بسيط ونفس الفكرة بس على مقات. يعني عندنا هنا أكواب سادة بيضة او اي لون نحن نبغاه. عندنا لونين من الجلاس لاينر، ذهبي الذهبي اللي عندي والفضي. والفضي والابيض بعد صح؟ لا لا هو نفسه يعني الفضي الابيض مثل او الذهبي. الفضي نفس الشيء. وايد حلو. ممكن حتى مثل هذه الشغلات تعطينا افكار وابداعات جديده. ممكن اي شيء تحطين انت يعجبك، يعني اي احجار اي الوان مختلفه ممكن ترهم ويا مثلا سيت الاثاث يكون حلو يعني. حلو. في ناس تستخدم قطع قماش، هل ينفع ولا لا؟ لا قطع القماش ما تنفع على الزجاج ولا على الصحون، لانه بعد فتره تشوفيها يعني تتلف القماش. بس انا جربت الخشب، قطع الخشب، خشب اللي هو خشب الشياش، الشيش الاعواد الخشبية. الاعواد اي الشيش اللي هو يستعمل يعني للطبخ يعني. هي. هذا يتكسر ويكون قطع صغار صغار، وممكن تحطيها بديزاينات مختلفة. هم شفتها يعني ينطي جمالية. المرات الجاية بنيبها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا شفتها مرة ونجيبها إن شاء الله. إن شاء الله. مرات الجاية. يعطيك الصحة والعافية أستاذة سماء. شكراً جزيلاً. شاكرين لك تواجدت معنا دائماً. وشاكرين لك بعد على حضورك وعلى أناملك المبدعة اللي دائماً تتحفنا بأشياء جميلة. شكراً. ممنونة. الله يسلم شافيك. إذا مشاهدينا مستمرين معاكم، لكن من بعد هذا الفاصل تريونا.